من بعد ما اكتشفنا كيفاش ممكن نخدمه على طابلو عادي او طابلو اسوسياتيف بي اش بي، غادي نحاولوا نصوبوا واحد التمرين اللي عنده علاقه بهذا الشيء، واللي غادي يزيد يعرفنا على واحد الفانكشن اللي سميتها راند. دونك فانكشن راند الدور ديالها هي انها تتخلينا نجينيريو نلقاو واحد العدد بشكل عشوائي، يعني بحال راندوم في جافا سكريبت، وهي كاينه في جميع لغات البرمجه غير السميه ديالها كتبدل، وكذلك بعض المرات هذيك لا فالور دو روتور. بالنسبه للراند هنا في البي اش بي كاين عندنا بجوج طرق كنقدروا نخدموها بلا ما نعطيوها بارامتر، يعني غير كنحلوا سد القوس، وكنقدروا نخدموها وحنا كعاطينها جوج ديال لي بارامتر. في كلتا الحالات هي كتعطيني واحد العدد عشوائي ولكن كيخصو يكون اونتي، ردوا البال هنا لانه اونتي. اما في جافا سكريبت حنا لقينا انها كانت كتعطينا عدد ريال ما بين 0 و 1، هنا كتعطي عدد اونتي هاد الراند. الا ما حطيتيش فيها البارامتر يعني هي غتعطيك واحد العدد عشوائي انطلاقا من صفر وصولا لاكبر عدد على حسب سيستم لوكسيتاسيون ديالك، واش ويندوز ولا انستالي لينكس ولا شي حاجه اخرى، يعني غتعطيك اعداد كبار. اما الا كان عندك ما بغيتيش دوك الاعداد كبار وبغيتي تحدد المجال، فانت كتعطيها منين غتبدا وفين غتسالي. غير خصنا نردو البال بان ديك لا فالور ديال الماكسيموم راها كتكون داخله ماشي بحال جافا سكريبت. جافا سكريبت قلنا لا فالور اللي كنحطو لها في الماكس ما كتدخلش، يعني الا بغينا النقاط من 0 ل 20 حنا كنعطوها في المجال ديالها مين ماكس كنعطوها 0.21 ولا 20.0.01 ولا شي حاجه، المهم ديك 20.00 كيخصها تدخل في المجال، يعني حنا كنعطوها مجال اكبر. هنا ما نحتاجوش لان هاد الماكس بحال نقولوا عندنا مجال مغلق كيدخل لينا في الحساب. الى اكتشفنا وتعرفنا على هاد الراند حنا دابا لوبجيكتيف ديال التمرين هو اننا غنصاوبوا واحد لو طابلو نعمروه ب 10 ديال الاعداد عشوائيه، ومن بعد غنقلبوا على العدد 55 واش كاين في هاد الطابلو ولا ما كاينش، الى كان غنقولوا راه كاين ولا ما كانش غنقولوا راه ما كاينش، وفي الاخير غادي نافيشيو الكونتوني ديال الطابلو باستخدام هاد الفانكشن هادي فاردام، ولا نقدروا نديروا اون بوكل دافيشاج عاديه. دونك غنحاولوا اننا نخدموا اونصومبل هاد التمرين هذا. غادي نمشي انا هنايا نخلي هذا هو اللي خدمنا في الفيديو السابق، غادي نديرو كونترول ان نسوفغارديو الخدمه ديالنا، مثلا غنسميها انا تي بي 2 اكزرسيس 3.php، و غادي نبدا خدامه. هنا شنو قلنا؟ غادي نكريو نخلي الجزء ديال الاش تي ام ال حتى الا احتاجيت شي حاجه اش تي ام ال عاد نافيش نديرها، ما احتاجيتهاش رانا خدامه غير بي اش بي. قالوا لنا غنكريي واحد لو طابلو، دونك ندير مثلا دولار تي ايغال، كي قلنا نقدروا نديروه بلي كروشي نقدروا نديروه بالري. هنا بغاونا بعدد يكون كيعمر باعداد عشوائيه ب 10 ديال الاعداد عشوائيه، دونك نقدر نخليه انا في الديبار خاوي وندير واحد لا بوكل، بوكل فور ولا اي بوكل وحده اخرى. دونك نديرو مثلا دولار اي غادي تمشي الريبيتيسيون 10 المرات، تبدا مثلا من زيرو ونديرو دولار اي تكون اصغر قطعا من 10 و اي كتزاد بواحد. دونك هنا شنو غادي ندير في هاد لابوكل؟ غادي نقدروا نزيدو لي زاكولات اللي احتاجينهم، يعني عندي كثر من 6، غادي ندير تو سامبلومون دولار دي هذيك لاكاز اللي انا فيها دابا اللي هي دولار اي، اش غادي نحط فيها؟ غنحط فيها داكشي اللي غتعطيني هاد الفانكشن اللي سميتها راند. انا هنا حسن نعطيها المين ماكس باش ما تعطينيش الاعداد كبيره، دونك مثلا غنعطيها في المجال مثلا 40.60 حيت حنا كنلعبوا على ديك 55 بغيناها تكون، باش نحاولوا انها تكون لعندي. هنا نقدر نجي وندير فار داب كما قالوا لنا هما ونافيشي نيش الطابلو ديالي، غير هي ما تعطينيش واحد لافيشاج مزيان. دونك تي بي 2 اكزرسيس 3 غادي نمشيو لهنا ونديرو ليه تي بي 2 اكزرسيس 3 فوالا. دونك كيما كتشوفوا ها هو لو طابلو ديالنا كيتافيشا بهذا الشكل. هنا نعطي واحد لا رومارك، قلنا الا درتي عوض هاد الدام بحال هكا درتي ليها مثلا ايكو، لكن عندك بي ار او ديجا بي ار او سديتي لا فاليز هنا، تقدر ديرها اتش تي ام ال عاديه كونترول اس
مشينا نجربو غير في الديكور، شتو كيفاش كتبقى تبان. الا بغينا نشوفو يعني حنا الاعداد اللي عامرين، راه هي هادشي اللي في وسط الانت 59 او 52 وحنا غاديين. ما بغيتش كاع نخدم بيها، نقدر نتجاوزها الا غادي تبقى تعطيني واحد هذا ما عجبنيش داك الديكور. نقدر ندير 4 اتش ولا 4 اللي بغينا. ندير دابا 4 اتش باش نشوفو از دولار في طابلو سامبل. تقدروا ديروا فور هاد فور نيت وديروا ايكو تتافيشيو هذاك المعلومات. دونك نديروا دولار اليمون يعني لكل اليمون هنايا. غادي ندير ايكو ونافيشي هذاك الاليمون، وما ننساش انني نزيدوا واحد البيتي اسباس ولا نديروا ليه واحد البيتي اسباس باش ما يتلاصقوش ليا. فوالا دونك ها هما دابا الاعداد اللي كاينين في الطابلو. كل ما اكتواليزيت كيتجينيرا عاد اعداد اخرى. شتي هذه هي الراند يعني كيطلعوا لي اعداد عشوائيه. دابا دزنا الجزء الاخر اللي هو تيقول لك دخل لهذيك لا بوكل وشوف واش فيها الخمسة وخمسين ولا لا. الا كنا عارفين لي فونكسيون ديال لي طابلو راه غادي نلقاوها في سطر واحد، ما كناش عارفينها راه غادي نخدمو بالطريقه العاديه ديالنا. دونك غادي ندير انا الطريقه الاولى العاديه. اشنا هي العاديه؟ هي كدير هاد لابوكل فور ولا فور اتش بحال غير انت هنايا غادي دير لا ريشيرش. دونك لا ريشيرش شنو كدير؟ هي اف وكتكون تتقلب على دولار بي داك لاكاز اللي انت فيها دولار اي واش تساوي هذاك القيمه اللي كنبحثوا عليها. الى اه نديرو تو سامبلومون ايكو اكزيست، ولكن خاصنا نردو البال انني ما نديرش از نيكزيستو با، لان هادي راه كتفيريفي غير لاكاز اللي انا فيها. خاصني انا نيكزيستو با حتى نكون ساليت قلاب كله، يعني اكزيستو با خاصها تجي على برا. الى ساليت طابلو من راس تراس وما لقيتش انايا هذيك 55 عاد نقدر نقول نيكزيستو با. في هذه الحاله دائما رجعتوا معنا في اي لغه برمجه الطريقه الكلاسيكيه هي اننا كنديكلاريو مثلا اون فاريابل بوليان نسميها مثلا او ونعطيها واحد لي فالور مثلا نعطيها ترو اللي بغيت نعقل اش عطيتها. ونجي لهذه الحاله تاع الاف ملي نلقاها خاصني نقلب القيمه اللي عندها باغ ديف، يعني غندير دولار او ايغال العكس تاع داكشي اللي عاطيها انا فولس. ونجي تال على برا ونقول اف هذيك دولار او بقات سرو، يعني اش كتعني بقات سرو؟ يعني عمرها دخلت هنا، ولا هي عمرها دخلت هنا يعني ما عمرني ما لقيت هذاك ال 55 علاش تنقلب. دونك دابا نقول نيكزيست با وانا متاكد ندير بوان فيغول ونجرب. دونك نجربو دابا هنا تتقول لي اكزيست لا فيريفيت ها هي 55 نعاود ناكتواليزي. هنا كتقول لي نيكزيست با هي ما كايناش فعلا وحنا غاديين. نيكزيست با نيكزيست با اكزيست ها هي. دونك هذا هو الحل الاول باستخدام يعني الطريقه العاديه ديالنا ديال الالغوريثميك الا كنا ما كنعرفوش لي فونكسيون، ما حافظينش لي فونكسيون ديال بي اش بي ديال الخاصين بالطابلو اللي يقدروا يسهلوا عليا الماموريه. الا انايا بحثت او لا كنت حافظ سورتو الا كان عندي دوكيمون اوتوريزي ولا كنت خدام بروجي ديالي ماشي امتحان، وهذا من الافضل تبحثوا على هاد لي ميثود لانهم غيسرعوا لكم الخدمه. يعني الواحد خصو يكتشف هاد لي فونكسيون ديال لو لونغاج اللي خدام فيه. هنا مثلا كاينه عندي قلنا كاع لي فونكسيون اللي كيخدموا على الاري كيبداو بالري تيغي. كاين عندي وحده سميتها اونيك، ماشي اونيك، كاينه الان وكاينه الاونيك، كاينه الري ان سيبوز هنا ما عطاهاش ليا، كاينه الري ان اللي كتعطيها السميه. جو في تيستي انا واخا ما عطاهاش ليا هنا، كتعطي السميه ديال الطابلو ديالك. في هذه الحاله انا عندي سميت الطابلو ديالي تي، وكتعطي ليها الحاجه اللي كتكون تتقلب عليها
مثلا انا 55 ونورمالمون هي كتعطي لك البوزيسيون ديال اول اليمون. اجي ندير واحد لا ريشيرش عليها بي اتش بي لي ان نشوف لا نكون غلطت فيها ان لي قلبتها ان لي فوالا دونك نحيد هادي هادي بدات لينا بان بحال هكا دونك هادي دابا انا غنخليه يعطيها ليا هو باش نشوفو انها كتروتورني ان بوليا كتروتورني ليا بوليا دونك هي نيشان هنا غادي ندير مثلا انا دولار واحد او ايكال هو النتيجه ديالها ونجي نقول اف هذاك دولار او ايكال ترو ولا نيشان نكتبها بحال هكا راه هي ايكال ترو نقول ايكو اكزيست ايلز ايكو نيكزيست با يعني انا ما دخلتش لو ديتاي هما مصاوبينها غير خاصك تعقل عليها ما ديرش بحالي دابا انا فاش غلطت فيها دونك دابا الى جربت شوف شنو اللي عندي قلت لي ايكو اكزيست دولار تي هي هذيك شتو ما عطاني لا اكزيست ولا نيكزيست با شوف من لا بوكل هي اللي سديت اوك سي بيان دونك غنشوف ديك ما عندي شي افيرتيسمون فوالا عندي افيرتيسمون بي اوف تايب اللي دونك عندي مشكله في البارامتر ديالها نعاود كاع حنا نمشيو نشوفو مثال باش ما نبقاوش نضيع الوقت قلبتهم كتعطي لها حيت داكشي باش مزيان الا عطاني هو لا سينتاكس دونك غادي نحيد ليه هادي كتصدق ليها انت داكشي اللي كتقلب عليه عاد كتعطيها له طاب فوالا دونك هنا قال لي ان اكزيست با بصح 55 ما كايناش هنا قال لي اكزيست لا قلبت عليها هي 55 فوالا دونك هنايا مثلا ها هي 55 اذا انا حاولت نعطيكم الطرق بجوج نبين لكم لافونتاج والانكونفينيون ديال كل حاجه الطريقه الاولى افونتاج ديالها الا كنتي ضابط الالغوريثميك ما عمرك يعني غادي تغلط غتكتبها في اي لغه ديال البرمجه ولكن كتكون كتاخذ منا شويه الوقت سواء في الامتحان ولا حتى في لا رياليزاسيون ديال البروجي براتيك اما الطريقه الثانيه واللي هي الاستخدام ديال لي فونكسيون اللي كيكونوا كاينين عندنا في هذيك اللغه فالا كنتي خدام غير في امتحان غير خصك تكون حافظها وعقل على لا سينتاكس ديالها اما الا كنتي خدام عادي البروجي ديالك ولا خدام يعني عندك كونيكسيون بحالي غادي تغوغلي عليها وتا الا غلطتي دغيا غتجبدها يعني انت في كلتا الحالتين الافضل تعرف هاد الاسماء ديال لي فونكسيون صوف الى كنتي عندك امتحان اللي انت ملزم في واحد الوقت تجاوب بورقه وستيلو ديك الساعه غينفعك الالغوريثميك الا كنتي عارف لداكشي يعني غتخرج المهم فاش تيشيط لك الوقت تقدر ترجع تجاوبها انت بطريقتك واخا ما تكونش عارف لا فونكسيون اللي بغاوك تستخدمها